بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً أعتذر عن الكلمة، لكن أقدم خالص الشكر الجزيل على هؤلاء الأبطال الثوار وعلى هؤلاء الأحرار والحرائر الذين نزلوا في ساحة الحرب وفي ساحة المعركة. نعم، هذا هو الصمود وهذا هو الثبات، ونحن نعيش الصحوة منذ 14 فبراير، ولا زالت هذه الصحوة تتسع يوما بعد يوم وتزداد حتى ينال هذا الشعب الحرية والاستقلالية ورجوع الحقوق المشروعة التي يرنو إليها الشعب من بداية 14 فبراير. فهنيئا لكم بهذا الصمود وبهذا الثبات وبهذه العزة وبهذه الحرية، فأنتم نذرتم على أنفسكم أن تعيشوا أحرارا، أن تعيشوا مستقلين، أن تعيشوا تحبون الحياة الطيبة. سلكتم طريق درب الحسين عليه السلام الذي يوصلكم إما إلى الحرية وإما إلى الشهادة، وكلاهما خير. ونبقى وتبقون دائما في عزة وفي حرية، فإن الحرية شجرة لا ترويها إلا دماء الأحرار، إلا دماء الأوفياء، إلا دماء الشهداء. بالروح والدم نفديك يا شهيد. الروح والدم نفديك يا شهيد.